مفتوح فين؟ مفتوح يا تيتا اهو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوينا نعمل مع بعض شوية فشار لأحفادي. أحفادي عايزين فشار، قلنا نعمل فشار. صحبتنا معلقة زيت كده تسخن قوي 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 قوي. من ايه صح يا لارا؟ عادي ممكن تردي يعني. وهنحط الفشار اهو بالشكل ده، وهنعمل ليهم احلى فشار. وهنقلبه بالمعلقة. مفتوح. رشة ملح عليهم ونسخنه كده ونسيبه مع بعض ايه يستوي، واول ما يتقطع نفتح عليه. تعالوا بقى نبصوا عليه كده نشوفه. ما شاء الله ابتدى يتقطع اهو. يا لارا انا قلت اعمل لك فشار انت وامل ومريم واسمه ايه ده ومحمد وزيزي وهنا وشذا احفادي وحفادي احفادي حبايبي. عملت لكم فشار اللي انتوا عايزينه. ايه رايك يا لارا؟ ايه رايك يا هنا؟ حلو. ايه رايكم؟ اعمل لكم الفشار اهو اللي انتوا عايزينه. هيستوي وهنوريه لكم. هيستوي اهو وايه؟ انا عملته لك اهو الفشار انت واخواتك. هو بيتقطع اهو انا يستوي اوريه لكم. وشفنا الفشار اهو طلع بالشكل ده، ولا احلى ولا اروع. اجمل فشار لاحفادي، ولا احلى ولا اروع. دلوقتي بقى نغرف فولهم. حطينا عليه الملح وهو فيه عشان بقاش حادق. فدلوقتي هنغرفه ونفضي بقى الاحفادي وياكلوا بقى بالهنا والشفا. ايه رايك بقى يا هنا؟ ها عملت لك احلى فشار. ايه رايك بقى؟ ها ايه رايك يا لارا؟ جميل. ها عملت لك انت ومريم واموله ومحمد وزيزي صح؟ بالهنا والشفا يا حبايب قلبي. يلا مع السلامه. مع السلامه يا حبايبي. ايه رايكم؟ مع السلامه. ايه يا لارا عجبك؟ طعمه حلو؟